إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فإن الله عز وجل جعل كتابه سبحانه وتعالى منهاجا مبينا وصراطا مستقيما، جعل هذا القرآن الذي أنزله على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العصمة وهو النجاة لمن أراد النجاة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أرسله سبحانه وتعالى أفضل خلقه وأعظم رسله، وأنزل عليه أعظم كتبه وأفضل وحيه، وضمن لنا السعادة والنجاة إن تمسكنا بهذا المنهج السوي والمسلك المرضي. وأخبرنا سبحانه وتعالى أننا إن تشككنا في السبل فإن هذا القرآن يدلنا على أفضلها، فضلاً عن تمييزه للباطل من الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يفتح كنوزه في كل لحظة وفي كل يوم، في كل يوم يخرج لنا من كنوزه التي لا تنفد وعجائبه التي لا تنتهي، في شاهد واضح على أنه كلام الخالق، كلام لا يستطيعه مخلوق، كلام لا يمكن أن يأتي به إلا من خلق هذا الكون ماضيه وحاضره ومستقبله، كلام لا يصدر إلا من عالم الغيب سبحانه جل شأنه وتبارك اسمه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي هذه الفترة، في هذه الآونة، يتلمس الناس الصواب، ويبحث الناس عن الحقيقة، والحقيقة واضحة كل الوضوح في كتاب الله. لنقرأ معا سورة الحجرات وما فيها من الوصايا الإلهية والتعاليم الربانية التي تدلنا على مواضع أقدامنا، وكيف نحقق مراد ربنا في هذا الكون، وكيف نعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق الكون وهو الذي يدبره وهو صاحب الأمر والنهي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يؤدبنا أن نقف في آرائنا وأقوالنا ومواقفنا عند هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند سنته الشريفة العطرة، عند سيرته السوية الكريمة التي شهد العدو قبل الصديق بأنها خير منهج عرفه الأرض وعرفه التاريخ. ذلك المنهج الذي يوحد ولا يفرق، ذلك المنهج الذي ظهر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة وكانت دار كفر، حاربه قومه وآذوه وقتلوا أصحابه، ولكنه لم يشأ أن يحدث فتنة في مكة، وعرض عليه الناصرون أن يقفوا وأن يحاربوا وأن يغيروا ويخلخلوا النظام الاجتماعي لقريش، ولكنه أبى. إنه بعث رحمة ولم يبعث فتنة، إنه بعث هاديا ولم يبعث ليخلخل النظم الاجتماعية. وعرض عليه، عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على أولئك المجرمين المشركين جبلي مكة الأخشبين،
قوم آذوا حبيب الله. خير من خلق الله الذي رحبت الدنيا وفرحت أعظم فرح بمجيئه، فرحت السماوات والأرض. ولذلك جاء في رواية: إن الله أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبى أن يهلك المشركين، أبى إلا أن يمضي قدما في دعوته بإصرار المؤمن الواثق من نصر الله، وأن النصر إنما يسلك سبيله بمنظومة القيم، لا بكون الغاية تبرر الوسيلة، ولا بقولهم لنفعل ثم بعد ذلك نرجع إلى الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الإسلام لا يعرف المكيافيلية، الإسلام واضح في قيمه ومنظومة أخلاقه في التعامل مع العدو والحبيب. سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تنضح قيماً وأخلاقاً وشمائل، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تبين لنا يوم أن كان قوياً في المدينة واتهم، اتهمه المنافقون المجرمون في عرضه الشريف بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وعرف رأس الفتنة وعرف أولئك المجرمين الناشرين للأكاذيب في المجتمع الإسلامي يريدون تقويضه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كف يده عنهم لا ضعفاً والله، وإنما يخاف على صورة الإسلام، يخاف على الدعوة التي أرسل بها، يخاف على عدوه أكثر من حبيبه. فلعلك باخع نفسك أي مهلكها على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. وهل يهلك نفسه أو يكاد يهلكها إلا من حبه لهؤلاء أن يؤمنوا؟ كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتمضي بنا سورة الحجرات، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. وتمضي بنا السورة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، يقدموا الإصلاح في كل شيء. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكل شيء حد. فإن فاءت لا تتركوا الأمر هكذا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
في هذه الأحداث التي نعيشها نحتاج كثيرا إلى أن نتمثل منظومة القيم. في هذه الفترة التي يخرج فيها أنصاف المتعلمين الذين يهرفون بما لا يعرفون ممن يكفر من يخالفه في الرأي، ممن يكفر من يخالف منهجه، والله أعلم أمنهجه كاسد أم صالح، ممن يخلط بين الآراء والدين الواضح. وهنا يتجلى أيها الإخوة واضحا وضوح الشمس ذلك الفرق الواسع بين المنهج الوسطي المرضي الذي عاشت به الأمة في قرونها الطويلة وبين المناهج الفاسدة الكاسدة التي تريد أن تفرق الصف، التي تحمل ألوية التكفير والتبديع والتفسيق ظلماً وبغياً وعدواناً. يتبين واضحاً دور الأزهر الشريف، دور الوسطية في نقائها ووضوحها. الوسطية تفرق بين الرأي الذي يرجع إلى المختصين واختلافهم فيه وبين الدين الواضح في مساحته المجمع عليها وفي مساحته الخلافية. منهج عاشت به مصر عبر القرون فكانت قائدة الإسلام، وحمى الله بها الإسلام من هجمات الأعداء التي استباحت الأخضر واليابس. حمى الله مصر وحمى الله الأمة الإسلامية من المغول والتتار، وحماها من الصليبيين، وحماها من الهجمات المتكررة بما أودعه في هذه البلد من الوسطية، بما أودعه في هذه البلدة من الرباط. هم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. ولذلك يخاطبني كل من ألقاه من غير أهل مصر خوفاً ووجلاً على مصر، لو أصاب مصر شيء فسيؤثر ذلك في كل العالم الإسلامي، فأقول لهم لا تخافوا فهي كنانة الله في أرضه، تكفل الله بحفظها. وإنما ينبغي علينا أن نفهم كيف نختلف، أن نفهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وما أدراك، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل أخذت عهدا من الله أنك من أهل الجنة؟ وما أدراك أن ذلك الذي تسبه وتلعنه وتشتمه خير عند الله من ملء الأرض من مثلك؟ وما أدراك، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يعلمنا كيف نقف أمام الشائعات، وكيف أننا لا نشهد إلا بما علمنا ورأينا، وكيف أننا لا نكون إمعة إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، وإنما لكل إنسان عقل ركبه الله فيه
والتفكير عبادة لا تقبل النيابة، لا ينوب عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد فيها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يسعفك يوم القيامة ذلك الهمج أو تلك الجموع هنا أو هناك، لن يسعفك إلا ما أقامك الله تعالى فيه. أنت مسؤول وحدك، إياك أن تغتر بالجموع هنا أو هناك، كن عاقلا واعرف كيف تأخذ رأيك وكيف تمضي في طريقك الذي أنت تكتبه أمام ربك. والكون كون الله، هو ملك الملوك ورب الأرباب، ما هذه إلا مظاهر أقامنا فيها ليختبرنا ليس إلا، ولكنه لم يكل إلينا أن ندبر ملكه ولا سلطانه، فالسلطان سلطانه والملك ملكه والأمر أمره جل شأنه وتبارك اسمه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما لك وفلان، ما لك وعلان، أنت عليك بنفسك. هل رأيت ما يقال عنه أو ما يقوله فلان وفلان فيه؟ هل رأيته؟ أم أنك قلت كما يقول الناس: سمعت شيئا يقال فقلت؟ ما لك ولهذا؟ أنت مسؤول عن نفسك. أتريد أن تكون خصما لهذا أمام الله يوم القيامة؟ وهل أنت قادر على تجميع كل هذا واحتمال كل هذا؟ أم أن العاقل ينظر في نفسه وفيما أقامه الله فيه ويطلب من ربه أن يوفقه ويهديه ويستره في الدنيا والآخرة؟ هكذا العقلاء، درجاتكم على قدر عقولكم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ما أحوجنا إلى هذه الجملة في هذه الآونة، ولا يغتب بعضكم بعضا، يستحلون الأعراض ويستحلون الشتائم والسباب وسوء الأخلاق. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، انظر، انظر إلى الدقة في النظم القرآني. لم يقل يا أيها الذين آمنوا، بعد خطابات للذين آمنوا أتى في هذه الآية فقال يا أيها الناس، يريد أن يرسي مبدأ التعايش. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا لا لتحاربوا، لا لتنازعوا، لا لتفشلوا وتذهب ريحكم، لا ليطعن كل منكم في أخيه، لا ليكفر أحدكم أخاه، لا للرمي بالتفسيق والتبديع والتكفير والخيانة، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل إن أكرمكم عند الله من انتسب إلى جماعة فلان أو حزب فلان، لم يقل هذا، ولا يكون التمييز يوم القيامة على هذا النحو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بقدر ما في قلبك من الخوف من الله، وبقدر ما في قلبك من الشفقة على خلق الله،
وبقدر ما في قلبك من الخوف على بلدك، وبقدر تعظيمك للحرمات واحترامك للأعراض وصيانتك للدماء، تكون كرامتك عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يجمع شملنا، ويصلح ذات بيننا. وادعوا ربكم لعلها أن تكون ساعة إجابة. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين له سبحانه، الواقفين على بابه حتى يرضى عنا ويفتح علينا فتوح العارفين به. أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، وعظم سلطانك وتتابع إحسانك. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي والرسول العربي الهاشمي القرشي، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وسيد كل والد ومولود. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي علم البشرية كيف تسعد وكيف تتعايش. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تليق بجلاله عندك يا رب العالمين. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على قدر مقامه العظيم لديك، وعلى قدر عزته عليك، وعلى قدر حبك فيه. صل عليه وعلى آله صلاة تكون له رضا، وله جزاء، ولحقه أداء، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقه الفردوس الأعلى، وعظم نوره بما تنور وتزكي به من قلوب عبادك يا أرحم الراحمين. وبعد، عباد الله، يعلمنا ربنا جل شأنه أن ننظر إلى الحقائق، وألا نغتر بالمظاهر والألفاظ التي لا تنبئ عن حقائق معانيها. قالت الأعراب آمنا، دعوة ادعي فيها أولئك أنهم آمنوا،
يوجه حبيبه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذه الدعوة: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان شأنه عظيم، الإيمان يقين وثقة، الإيمان قرب وولاية، الإيمان لا تهزه الأحداث ولا يخضع للتغيرات. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعلمنا ألا نغتر بالمظاهر وأن ننظر إلى الأعمال والحقائق، وأن ننظر إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. علينا عندما نتخذ مواقفنا أن ندرسها وأن نسأل المختصين، وألا نرتهب من الصوت العالي والضجيج والظاهرة الصوتية التي لا حقيقة لها ولا نفع فيها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرجع إلى أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آية رسخت مفهوم التخصص، وكيف نفهم أحوالنا في حياتنا، وكيف نرجع إلى المتخصصين. فإن كل إنسان أقامه الله تعالى في شيء فرغ نفسه له، وهذا فيه سنة التكامل. ولذلك فإن هذا يرسخ مبدأ المرجعية: لا تسأل كل من هب ودب، لا يغرنك علو الأصوات ولا الضجيج الذي حولك، اجلس مع نفسك واتخذ قرارك بعد التؤدة والدراسة واستفراغ الوسع، لأنك ستلقى ربك بهذه الشهادة. منظومة القيم أيها الإخوة نحتاج كثيرا إليها في هذا الزمن وفي هذا العصر الذي تموج فيه الفتن، والتي نسأل الله تعالى أن يسلم منها بلادنا. فاللهم سلم بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تنور قلوبنا. اللهم وجهنا للصواب الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا مع الصادقين، واحشرنا مع المتقين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم مكن لمنهجك السوي الوسطي في مصر يا رب العالمين.
اللهم اصرف عن بلادنا مناهج التشدد والتطرف والتفرق والتشرذم. اللهم احم مصر يا رب العالمين، واحفظها بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عفو يا غفار. جاز عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وآته سؤله في الأولى والآخرة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقه الفردوس الأعلى، وعظم نوره بما تنور وتزكي به من قلوب عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وبعثنا في زمرته، وأكرمنا بمعيته وشفاعته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف خلقك وأحب رسلك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.